السير جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق في الحرب التي خاضتها بريطانيا على العراق بعقد أكبر قدر ممكن من جلسات الاستماع العلنية في هذه القضية. وقال شيلكوت في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إنه سيكون ضروريا إجراء تلك الجلسات علنا بما ينسجم وحماية الأمن القومي. لم تخمد النيران التي أشعلها قرار لندن خوض الحرب على العراق بالنسبة للكثيرين داخل بريطانيا حتى الآن، وكان متوقعا من قرار رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف مشاركة بلاده في هذه الحرب أن يهدئ الجدل، لكن على العكس أثار القرار حفيظة المعارضة وحتى أعضاء من حزب العمال الحاكم نفسه. براون ربط مطلع الأسبوع الماضي قراره بأن تكون جلسات الاستماع مغلقة لدواع أمنية، وفي ظل الضغوط المتزايدة ما لبث براون أن أعلن بعد أيام عن إمكانية أن تكون هذه الجلسات علنية، مؤكدا أن القرار النهائي في هذه القضية يعود إلى رئيس لجنة التحقيق السير جون شيلكوت. شيلكوت رد كتابة على براون بأنه سيكون من الأساسي إجراء أكبر عدد ممكن من جلسات التحقيق علنا بما ينسجم وضرورة حماية الأمن القومي وضمان الصدق التام في إفادة الشهود الشفهية والخطية. وبدوره رحب براون بمقترحات رئيس اللجنة التي ربما تكون الطوق الذي تتعلق به الحكومة خلال تصويت على القرار سيجري في مجلس العموم غدا الأربعاء. ما زاد من الغضب الرسمي والشعبي تقارير صحفية تحدثت عن أن توني بلير الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في وقت إعلان الحرب على العراق طالب براون بالإبقاء على جلسات الاستماع مغلقة. الدبلوماسيون والشخصيات العسكرية ومعظم السياسيين ومعظم الصحف والعائلات التي فقدت أحباءها في الحرب جميعهم يريدون تحقيقا علنيا عدا بلير ومستشاره الإعلامي أليستر كامبل. براون قال إن التحقيق الذي سيشمل الفترة ما بين صيف 2001 وحتى نهاية الشهر القادم مع انسحاب آخر الجنود البريطانيين من العراق لن يهدف إلى تحديد مسؤولين، وإنما إلى استخلاص الدروس على حد قول رئيس الوزراء. 6 سنوات لم تهدأ خلالها أبواق معارضي الحرب الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث لبريطانيا. هناء عوني، BBC.